لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يستعد فريق الوداد لمواجهة ضيفه نادي الاتحاد الرياضي أتوارجي، وذلك في الجولة الثامنة من البطولة الوطنية الاحترافية. ويحصل فريق الوداد الرياضي المركز الأول ب17 نقطة، وسيبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية عندما يلاقي ضيفه نادي اتحاد تورقة. من جانبه يحصل نادي اتحاد تورقة المركز الثالث ب13 نقطة، وسيكون نادي الاتحاد الرياضي أتوارجي في مهمة صعبة عندما يحل ضيفا على فريق الوداد في مركب محمد الخامس. ومن المتوقع أن يدخل فريق الوداد المواجهة ضد نادي اتحاد تورقة بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى أحمد رضا التكنوتي، في الدفاع يعتمد على الحسين بن عيادة وأرسن صولة في محور الدفاع، وإشراك أيوب العملود ويحيى عطية الله على مستوى الأطراف كجناحي دفاع. في الوسط الاعتماد على اللاعب يحيى جبران وأيمن الحسوني بالإضافة للاعب رضا الشعدي على مستوى خط الوسط. على مستوى خط الهجوم الاعتماد على محمد أوناشم والمهاشم بدي أوك في الأجنحة، وإشراك اللاعب السنغالي بوليسامبو جونيور في قلب الهجوم. وتقام المواجهة بين كلا الفريقين يوم الأحد 6 نوفمبر انطلاقا من الساعة 6 مساء على أرضية مركب محمد الخامس، وذلك في الجولة الثامنة من البطولة الوطنية الاحترافية. للإشارة المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على قناة الرياضية المغربية بشكل حصري.